حقبة الرئيس ترامب حقبة سوداء، وأعتقد أن الفرصة اليوم سانحة للإدارة الجديدة أن تعيد إصلاح ما خربه ترامب، وتعيد ترميم علاقة الولايات المتحدة مع العالم، وتعيد ترتيب وضعها في العراق على وجه الخصوص، لأن هناك استحقاق مطلوب حقيقة من الشعب العراقي يتمثل بإخراج هذه القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بشكل غير شرعي.